الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. ندخل في كتاب جديد بفضل من ربنا ونعمة، في كتاب صحيح البخاري، كتاب الصلاة، إلى كتاب السهو. باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف الفريابي، ومن سقاط الأسبات، قال أخبرنا مالك بن أنس، كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عبد الرحمن بن الأعرج أبو الزناد، عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلاة، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم. في رواية قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وأصح الناس هذا كتابا في الموطأ، قال أخبرنا مالك النجم، إذا ذكر الحديث مالك النجم. عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، ومن سقاط الأثبات، عن عبد الرحمن بن الأعرج بن هرمز، عن وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهمت أنا، عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وارضاه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد السجدتين ثم سلم بعد ذلك. ذكر في حديث عبد الله بن بحينة طبعا بأنه قال: صلى لنا ثم قام ونظرنا تسليمه وكبر قبل التسليم، فسجد السجدتين وهو جالس ثم سلم. لكن في الرواية الثانية، رواية تمسك بها الأحناف جدا، وهي في قوله: قضى صلاته سجد السجدتين، فلما قضى صلاته سجد السجدتين ثم سلم بعد ذلك. عبد الله بن أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات. نعم، في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام ساهيا بأبيه وأمي من الركعتين، ولم يجلس للتشهد الأوسط. التشهد الأوسط عند جماهير أهل العلم المالكية والحنفية والشافعية أنه سنة، وعند الحنابلة أنه واجب من واجبات الصلاة، فسهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة على بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر لأنه من البشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإن نسيت فذكروني، فإن نسيت فذكروني. نعم، وهذا أيضا الحديث فيه دلالة أنه ليس بواجب، ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع له. وهذه الصلاة كانت صلاة الظهر. نعم. سجود السهو، وهو السجود سواء كان واجبا أو مستحبا على قول العلماء كما نبين، لأنه قول قال سنة مطلقا، قول قال واجب مطلقا، قول قال بالتفصيل، سنبين ذلك إن شاء الله. لكن مدار سجود السهو على حديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود أن السهو قام من الخامسة، وهذا الحديث أنه جاء أنه قام من الثانية لم يجلس التشهد الأوسط، وحديث ذي اليدين حديث أبو هريرة وأنه سلم من الركعتين. نعم، وحديث إذا لم يدري أحدكم كم صلى، نعم، فليبني على ما أقل. ثالث حديث إذا لم يدري أحدكم كم صلى، ورابع حديث عمران بن حسين، وخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم، سادس حديث عبد الرحمن بن عوف، ثم قام فلم يجلس هو، ثم قام فلم يجلس، هذا موضع استدلال الإمام البخاري في الترجمة، لأنه قام من ركعتين، نعم، فلم يرجع، لم يجلس، وأتم الصلاة، وبعد الصلاة قبل أن يسلم بعدما انتظروا تسليمه السادة سجدتين نساء. ولذلك قال: ثم قام فلم يجلس، وفيه سجود السهو قبل السلام. وقد اختلف العلماء على موضع سجود السهو على أقوال ثلاثة. قول أنه قبل السلام مطلقا، وهذا قول الشافعية،
هذا أظهر أقوال الشافعي. فإن كان في الصلاة فإن كان في الصلاة سهو زيادة كان أو نقصانا فإنه يكون قبل السلام، وهذا قول الشافعي لأثر ولنظر. أما الأثر لأن لهذا الحديث أنه قام من ركعتين فانتظرنا سلامه فسجد فكبر فسجد ثم كبر فسجد سجدين ثم سلم. وأيضا من ناحية النظر أن السهو في الصلاة، والسجود جزء من الصلاة فيكون في الصلاة، والسجود جزء من الصلاة فيكون في داخل الصلاة. فقالوا بأن السجود كلية زيادة أو نقصانا قبل السلام. وهذه رواية أحمد أيضا. هو المروي عن أبي هريرة ومكحول والزهري والربيع والليث ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي، كلهم قالوا السجود قبل السلام، وبينا الأثر والنظر. واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه عن عبد الرحمن ابن عوف في ذلك، أخرجه الترمذي وابن ماجه، قال الترمذي حسن صحيح، والحاكم قال صحيح الإسناد، وقال عشرت مسلم. أما البيهقي فقال وصله يحيى بن عبد الله وهو ضعيف، وهذا في السنن الكبرى باب من شك في صلاته فلم يدري صلى ثلاثة أم أربعة. احتجوا بأحاديث أخرى أيضا على القول الأول وهو السجود كلية قبل السلام. حديث أبي سعيد الخدري وفيه يسجد سجدتين قبل أن يسلم، أخرجه مسلم منفردا به، وراه مالك مرسلا، وفيه والشاهد منه أنه قال يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وقال الدرقني القول لمن وصله، وخالف البيهقي فقال كان الأصل الإرسال. ثانيها حديث معاوية أخرجه النسائي من حديث ابن عجلان عن محمد يوسف مولى عثمان عن أبيه عنه ثم قال ويوسف ليس بمشهور. قلت ذكر ابن حبان في ثقاته، قال الدرقني لا بأس به، وأخرج البيهقي في المعرفة، وقال وكذلك فعله عقبة بن عامر الجهني، وقال السنة الذي صنعت، وكذا سرداهما ابن الزبير كما قال أبو داود. وهذا أيضا يستدلون به على أن السجود يكون كلية قبل السلام. ويستدلون أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أخرج مسلم والأربعة، نعم، بأن السجود قبل السلام. وحديث ابن عباس أخرجه الدرقني أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان السجود كان يسجد للسهو قبل السلام. ولذلك قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم هو قول الإمام الشافعي يرى السجود كله قبل السلام. قلنا أثر ونظر، ومن النظر بأن السجود من الصلاة فيكون قبل السلام، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما. وقال الشافعي في القديم أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن عن الزهري قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده وآخر أمرين قبل السلام، وذلك أن صحبة معاوية متأخرة. وهنا في سنن حرملة سأل عمر بن عبد العزيز بن شهاب الزهري متى أسجد؟ قال قبل السلام. كما قلنا ومن النظر أنهما من الصلاة ومكان من الصلاة فهو يقدم قبل السلام. قول الإمام الشافعي والأوزاعي والليث ويحيى، نعم، وقول أبي هريرة أن السجود يكون قبل السلام. وأما القول الثاني فهو قول أبي حنيفة والثوري وقول أهل الرأي، قالوا وهما روي عن علي وسعد بن أبي وقاص وأيضا ابن مسعود وعمار وابن عباس وابن الزبير وأنس والنخعي وابن أبي ليلى، كل أهل الكوفة قالوا بذلك، قالوا هو بعد السلام مطلقا، السجود بعد السلام مطلقا. شوف كل ينظر بعين واحدة. واستدلوا بأحاديث منها حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين عندما قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فأكمل فاستدار فكبر فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد سجدتين ثم سلم. قالوا هذا سجود بعد السلام. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، نعم، لما شبك الأصابع في المسجد قام فسجد بعد السلام، نعم. وأيضا هناك حديث لعمران بن حسين أخرجه أصحاب السنن والبخاري ومسلم أيضا، فيه أخرجه أصحاب السنن فيه انقطاع، لكن عمران قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد الصلاة. والحق أنه قد ثبتت الأخبار عن النبي المختار بالسجود قبل السلام وبعد السلام.
وروى النسائي بحديث عبد الله بن جعفر أخرجه أيضا أبو داود، وقال فيه مصعب بن شيبة هو منكر الحديث. وفي عتبة بن الحارث وليس معروف، وقيل عقبة، وقال أحمد لا يثبت. قال البياقي إسناده لا بأس به، أخرجه ابن خزيمة في صحيح. نعم. وخامسة حديث المغيرة بن شعبة رواه أبو داود والترمذي وصححه، وقال البياقي وفي وإسناد حديث ابن بحينة أصح. فهذه حجة من احتج بأن السجود يكون بعد السلام. يبقى عندنا قبل السلام مطلقا قول الشافعي، بعد السلام مطلقا قول الأحناف، التفصيل هو قول الشافعي المالكية، وهو قول أيضا رواية عن أحمد، لأن أحمد في رواية عنه موافق للشافعية أنه قبل السلام. أقوى الأقوال أنه قبل السلام وقول الشافعية، إلا بالتفصيل، والتفصيل فيه قوة لأنه دوران مع الأحاديث حيث دارت التفصيل، والتفصيل أيضا فيه تفصيل، القول الثالث التفصيل، والتفصيل فيه تفصيل. فرقة قالت كله قبل السلام إلا في موضعين اللذين ورد سجودهما بعده، وهما إذا سلم في بعض صلاته كحديث ذي اليدين، أو تحرى الإمام فبنى على الأغلب فيسلم فيسجد بعد السلام. حديث ذي اليدين سلم ركعتين وسجد بعد السلام، وحديث عمران سلم من ثلاثة وسجد بعد السلام، وحديث ابن سعود في التحري بعد السلام. وهذا القول الذي تبناه أحمد، هذا القول الذي تبناه أحمد، أحمد بن حنبل، متهالي عندك يزول التقطيع من عندك. وبه قال سليمان داود الهاشمي من أصحاب الشافعي، وهو قول ابن المنذر. ابن المنذر قال الكل قبل السلام إلا في موضعين سجد بعد السلام، يعني ليس بعينهما، بحالهما إن تكرر الحال يسجد بعد السلام. والترمذي قال عن أحمد قال ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجدة السهو فاستعمل كل على جهته، يدور مع الرواية حسدها، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقبل السلام. وحكى أبو الخطاب عن أحمد مثل قول إسحاق، وهو قول مالك وأبي ثور وأحد أقوال الشافعي. وعن ابن مسعود كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان ركوع أو سجود فاستقبل أكبر ظنك، واجعل سجدة السهو عن هذا النحو قبل السلام أو غير ذلك من السهو فاجعله بعد السلام. وهذا التفصيل قال به أحمد، قال به أحمد. وعلقمة قال يزد النقص لا للزيادة، وهذا عجيب جدا. والظاهرية قال لا يزد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها الشارع، غير ذلك إن كان فرضا أتى به، وإن كان ندما فليس عليه شيء، يعني ولا يزد للسهو. كذلك داود قال تستعمل الحديث في مواضعها على ما جاءت عليه. وقال ابن حزم عكس ما قال أحمد بن حنبل، قال السجود كله بعد السلام إلا في موضعين، فإن السهو فيما مخير كما ورد الحديث وإن شاء قبله. بقي قول مالك وهو القول الأسد والصحيح، وهو أنه يسجد للسهو بعد الزيادة، يسجد للسهو بعد الزيادة في الزيادة بعد السلام، وفي النقصان قبل السلام. قاف قاف زا دال دال، هذه قاعدة تيسر عليك جدا أن ترى مسألة السجود السهو. قاف قاف في النقصان قبل السلام، ودال دال في الزيادة بعد السلام. ومن سهى فقام من الركعتين إلى المجلس لما تشهد، فهذه سواء كان إماما أو فرضا، فإنه إذا استوى قائما لا يحل له الرجوع إلى الجلوس. فراجع وعالم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا استتم قائما فلا يجلس، علم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، بطلت صلاته عند الشافعية. وهذا خلاف الجمهور، يعني لو قام من ركعتين واستتم قائما لا يجلس، فإذا استتم قائما فقام ولم يجلس صحت صلاته، فإن جلس قال الشافعية بطلت صلاته، وتطبيق قاعدة مطلق نهي يقتضي الفساد، لأن النبي نهى عن ذلك. والجمهور قالوا لا تبطل الصلاة في هذا الباب، الجمهور قالوا لا تبطل الصلاة في ذلك، وإن فعل ذلك سهيا لم تبطل، وهو سهو يوجب السجود، لكن أتمادى في صلاته فإذا أتم التشهد الأخير فقبل أن يسلم ينتظر فيسجد ثاني سهو ثم يسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أنهم قالوا انتظرنا صلاته وانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين ثم سلم. فإن كان لا يدري في كل صلاة تكون ركعتين أصلى ركعة أم ركعتين، وفي كل صلاة تكون ثلاثا أصلى ركعتين أو ثلاثا، أو في الرباعية ثلاثا أم أربعا، فإذا تشهد التشهد الأخير هو مخير بين أن يسجد قبل أن يسلم أو يسجد بعد السلام، ومخير أن يسجد قبل أن يسلم أو يسجد بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبني على ما استيقن
وليسجد بعد السلام او يسجد قبل السلام، ورد التخير منه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. ولذلك الشافعي قال وان كان السجود كله قبل السلام، لكن عند غلبه الظن هو مخير بين ان يسجد قبل السلام او بعد السلام. وقد قال العلماء، وهذا كلام فيه دلاله واضحه جدا على فهم العلماء، قال باتفاق العلماء انه ان كان السجود قلنا بعد السلام فسجد قبل السلام، او كان قبل السلام فسجد بعد السلام، الصلاه صحيحه في كل الاحوال، الصلاه صحيحه. ذكر ابن عبد البر كلهم يقولون لو سجد قبل السلام فيما يجب السجود بعده، او بعده فيما يجب قبله، لا يضر. وهذا قاله ايضا الماوردي. وللاحاديث هذه الحديثين فوائد كثيره جدا في هذا الباب. الاولى، الحديث دل على سنة تشهد خلاف الحنابلة، اللي هو التشهد الأول طبعا، والجلوس له إذا كان واجبين لما جبر بالسجود كالركوع وغيره. وبه قال مالك والشافعي أبو حنيفة، وأحمد قال هما واجبان، وإذا سهى جبرهما بالسجود على مقتضى الحديث. طبعا للتفريق بين الواجب والركن عند الحنابلة، للتفريق خلافا للجمهور، وكلام الجمهور هو الأصح والأسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وقام، ومع ذلك لم يرجع إليه وجبره بسجود السهو، دلالة أنه سنة من السنن. التشهد نفسه سنة، والجلوس له سنة. لا نعم، من أركان الصلاة أن الجلوس الأخير ركن، والتشهد أيضا كذلك. الفائدة الثانية، التكبير مشروع لسجود السهو بالإجماع، فمشروع له التكبير ومشروع له التسليم أيضا. في الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لذلك، بل في حديث أبي هريرة العام من كل خفض رافع كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم. هم قالوا انتظرنا سلامه فكبر فسجد ثم رفع ثم سجد ثم سلم. والحق أن قول جميع أهل العلم الشافعية والحنفية والمالكية قالوا بأن كل التكبيرات سنة مستحبة سوى تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الانتقال سنة مستحبة، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود كلها سنة مستحبة، والتكبيرة الركن في الصلاة هي تكبيرة الإحرام. العموم قولي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أما الظاهرية فقالوا كل التكبيرات واجبة، والحنابلة قالوا التكبيرات واجبة وتكبيرة الإحرام ركن، على التفريق في أصله، في التفريق بين الركن وبين الواجب. نقف عند هذه الفائدة، وأبقى فوائد الحديث إن شاء الله غدا نأتي بها للحديثين، فيهما كثير من الفوائد بإذن الله يكون غدا، وفائد أيضا الحديثين يكونوا غدا. لو في أسئلة أحسن الله عليكم، لو في أسئلة تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.